ازاي تشتغل على قناتك من التليفون وعليها في محركات البحث، سواء كان الفيديوهات الجديدة أو تعديل الفيديوهات القديمة. طبعا الناس اللي عندها كمبيوتر بتشتغل على الأداة دي وبتقدر تعلي السيو الخاص بالقناة، لكن مش كله عنده كمبيوتر أو لابتوب، ومعظم الناس بتستخدم الهاتف لرفع الفيديوهات على القناة. فالنهاردة إن شاء الله هشرح لك طريقتين لضبط الفيديوهات الجديدة أثناء رفعها على قناتك أو تعديل الفيديوهات القديمة اللي أنت رفعتها قبل كده. ما تروحوش بعيد وانتظروا شرح الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله من كل مكان، يا رب تكون بخير. الأداة والبرنامج بتاعنا هو اللي أنا اتكلمت عنه في مقدمة الفيديو، هو برنامج الفيد آي كيو. طبعا في ناس كتير عارفاها لكن مش كله عارفها أو فاهمها أو فاهم تشغيلها بيكون إزاي، وإزاي أقدر أستفيد من الأداة دي أو من البرنامج نفسه على الهاتف. هنبتدي في شرح أول طريقة على طول إن شاء الله، هي لو هتستخدم أداة فيديك كبرنامج على التليفون، لأن أنا قلت معايا طريقتين. دي الطريقة الأولى إن أنا هستخدمها كبرنامج موجود على التليفون. طيب بنزلها عادي جدا من على البلاي ستور اهو. تمام يا شباب، هي دي الأداة قدامنا، هي فيد آي كيو. أنا طبعا منزلها قبل كده، فمكتوب لي فتح، أنت هتعمل لها تثبيت على الجهاز بتاعك. بعد ما تعمل لها تثبيت على الجهاز بتاعك بتنزل قدامك زي الشكل اللي أنت شايفه على الشاشة ده. بعد كده بعد ما بنزل الأداة بفتحها معاك. بعد ما بتفتح الأداة بتفتح معاك بالشكل ده، بس أنا طبعا عشان ما أكتفها قبل كده، فأنت أول ما هتفتح هتربط القناة، هيجي لك إن أنت تربط القناة بتاعتك على الحساب. ما تقلقش، الأداة آمنة جدا، وأنا داخل عليها بقناته أهو، مفيش أي مشكلة. خش عليها وحط إيميلك وما تخافش، الأداة آمنة يعني على التليفون. يبقى أول حاجة أنا بنزل أداة من على البلاي ستور وببتدي أسطبها. بتفتح معاك إن أنت بتربط القناة بالأداة. بعد نزول البرنامج وبسطبه بيفتح معاك زي ما قلت بالشكل ده. بس انا بحب انوه لحاجه قبل ما ابدا، ان قبل كده كان برنامج الفيد اي كيو على التليفون كبرنامج كان اداؤه قليل جدا بالنسبه لتثبيت الاداه نفسها على متصفح جوجل كروم او على الكمبيوتر، ولكن تم تطوير الاداه بشكل كبير جدا لاستخدامها على الهاتف والاستفاده بكل المزايا بتاعتها. طيب دي كده بعد ما تاكتف القناه بتاعتك على البرنامج، دي واجهة التطبيق كده بعد ما عملت مطابقة مع القناة او اوثنتيكيشن. بتبتدي تتصفح البرنامج من خلال الايقونات الموجودة، وهبتدي ان انا اشرح لك كل ايقونة موجودة هنا هي ايه ووظيفتها ايه. اول حاجة تحت كده لو جينا ندخل على ايقونة الاوبتمايز، تاني ايقونة من تحت، او تحسين الفيديوهات، هنا هتلاقي كل الفيديوهات الخاصة بالقناة بتاعتك موجودة اللي انت رفعتها على القناة بتاعتك قبل كده. زي ما انت شايف بيعرض لك من بره المشاهدات قد ايه ومرفوعة بقالها قد ايه. ببتدي بعد كده لو انت دوست على اي فيديو من الفيديوهات اللي موجودة دي بتلاقي صفحة الاعدادات الفيديو كلها متاحة معاك، زي العنوان والوصف والكلمات الدلالية. انا مثلا ممكن اخش على اي فيديو من دول، مثلا انا ممكن اخش على ده، ادي فيديو من اللي انا رفعه على القناة عندي. بعد ما بخش اهو بتلاقي العنوان زي ما هو ظاهر، الديسكريبشن اللي هو الوصف، والكلمات الدلالية اللي هي التاكس كلها بتكون ظاهرة قدامك. طيب انا لو حبيت اعدل حاجة، علامة القلم اللي هي جنب، مثلا لو جيت للتايتل هنا اللي هو العنوان، لو انا حبيت اعدل بدوس على علامة القلم وابتدي اعدل العنوان، او لو انا عايز اعدل حاجة في الوصف ببتدي ادوس برضو على علامة القلم واعدل اللي انا عايزه في الوصف. طيب هنا الكلمات الدلالية وايه الارقام اللي موجودة جنبها، دي الكلمات الدلالية اللي انا حطيتها للفيديو، بحيث لما حد يجي يبحث عن محتوى حاجة زي دي الكلمات الدلالية بتساعد الفيديو بتاعك ان هو يطلع فيه محرك البحث. فدي كلها كلمات دلالية بحطها في قلب الفيديو بحيث اعلي نسبة البحث بتاعتها في اليوتيوب. طب انا دلوقتي الفيديو ده قديم وانا عايز ارفعه شوية في محركات البحث. زي ما انا قلت لو جيت تنزل لتحت كده على الكيوردز، هنا بيديك كلمات دلالية مقترحة من الأداة نفسها وجنبها علامة الزائد. يعني لو دوست على علامة الزائد دي بيبتدي ان هو يضيف لي الأدوات دي فوق. لو انا دوست على اي حاجة زي كده، حرق ويندوز مثلا، اهي زي ما انت شايف نزلت فوق اهي حرق الويندوز على فلاشة. فهو بيبتدي يعلي لك او بيديك كلمات مقترحة بتبتدي ان انت تحطها على الفيديو بتاعك. فانت ممكن تخش على فيديو
تكتب او تظبط العنوان، ان انت تقلل مثلا لو العنوان كبير قوي هتقلله، تظبط الوصف بتاعك والوصف يكون في محتوى الفيديو بس، وتظبط الكلمات الدلالية بتاعتك. هو هتلاقيه مديك كلمات دلالية هنا لو انت عايز تحطها، وهوريك ازاي ان انت تبحث عن الكلمات الدلالية، بس دي في خطوة تانية. دي كده بالنسبة للواجهة بتاعة الفيديو اللي انا دخلت عليه. طيب انا دلوقتي عايز ابص على السيو نفسه، زي ما انت شايف فوق كده، فوق اهو مكتوب سيو سكور 46 من 100، يعني انا السيو بتاع الفيديو ده هو 46. ده بالظبط السيو زي اللي بيظهر لنا على اجهزة الديسكتوب، واللي بنقدر من خلالها ان احنا نقيم الفيديو. يعني لو دوست عليها كده هو هنا بيديك الدرجات اللي انت عاملها، التاج اكاونت والتاج فوليوم والكيوردز اللي هي الكلمات، الديسكريبشن الوصف، يعني مديني كلها 5 من 5 ما عدا اول حاجة اللي هي 3 من 5. طب ايه اللي تحت ده؟ البيرفورمانس اللي هي 0 من 50، دي طبعا حاجات مدفوعة، حاجات مدفوعة، لكن هي مش بتقلل من شأن الفيديو بتاعك. انا جايب مثلا 46 من 50 في الحاجات اللي الاداء مديهاني، وده اداء كويس جدا، لكن اللي تحت ده حاجات مدفوعة من البرنامج. طب ايه هي ملخصها؟ ملخصها ان انا ممكن من خلالها اعمل شير على الفيسبوك ان انا اقدر اعمل شير على الفيسبوك، وان شاء الله اجيب منها لايك واحد بس على الفيديو، بيبتدي ان هو يعلي لك القيم اللي تحت دي، فيسبوك وتويتر وانستجرام، ان انت تشير الفيديو بتاعك على صفحات السوشيال ميديا بحيث ان هو يعلي لك تقييم الفيديو تاني في المنطقه دي. طيب ده كده بالنسبه للسيو سكور. لو انا جيت اضغط من فوق على التشيك ليست، التشيك ليست هنا ايه هي؟ دي جميع النقاط اللي بترفع من ظهور الفيديو في محركات البحث من خلال تحقيق الشروط اللي قدمنا. دي زي العنوان ما يكونش طويل، اول حاجه العنوان ما يكونش طويل، يعني هو هنا مدينا 84 وعلامه اكس انه بيقول التايتل لينس، يعني العنوان بتاعك طويل، انا اقدر اصغره بحيث احقق النقطه دي. والوصف المتاح ليك بيكون 5000 حرف، وانا طبعا محققه اهو قدامكم. التكست لينس اللي هي الكلمات او العلامات ما تزيدش عن 500 حرف، وامكانيه اضافه ترجمه لو انت عامل ترجمه للفيديو اللي بتدعمه طبعا للحصول على مشاهدات اكتر، وان الفيديو يكون عام ومعمول له مشاركه على الفيسبوك زي ما انا قلت، وحصوله على لايك واحد حتى من الفيسبوك. فدي كده يعتبر العلامات اللي هو بيديها لك للفيديو بتاعك ان هو يكون عالي في محرك البحث. انت ممكن بعد كده طبعا لما تاخد على البرنامج ترجم اللي انت عايزه، واعرف كل خاصيه من دي بتقول لك ايه، وتقدر ان انت تشتغل عليها. تمام، ده كده بالنسبه للتشيك ليست. لو رجعت كده خطوه لورا، انا طلعت بره خالص اهو، وجيت على الداشبورد اللي هي اخر كلمه تحت دي. الداشبورد دي هتلاقي فوق في السيرش كده زي ما انت شايف سيرش كيوردز، دي البحث عن كلمات مفتاحيه او كلمات دلاليه بتقدر ان انت تستخدمها في الفيديو، وده مفيد جدا، وبيجيب معلومات عن مدى قوه الكلمه اللي بيدور حواليها المحتوى، بتجيب معلومات عن مدى قوة الكلمة اللي بيدور حواليها المحتوى. نركز كويس جدا، محتوى ايه؟ المحتوى الخاص بالفيديو اللي انت بتعمله. مثلا لو جربنا نبحث عن اي كلمة معينة، مثلا انا ممكن اكتب اهو زي ما انت شايف شرح ويندوز 10، هكتب مثلا شرح ويندوز 10 واقول له سيرش، هيجيب لي ايه هنا؟ تمام، هنا بيديك اول حاجه بيديها لك اللي هي الفوليوم. الفوليوم دي اللي هو حجم البحث عن الكلمه دي في محركات البحث، يبقى الفوليوم دي حجم البحث عن الكلمه دي وهو 41%. اما تاني كلمه اللي هي الكومبيتيشن دي، وهو مديها لك لو. طب ايه هي الكومبيتيشن دي؟ اللي هي المنافسه، المنافسه على الكلمه او قوه المنافسه على الكلمه. يعني لو مكتوب لو مش معناه انها ضعيفه ولا حاجه، هو معناه ان استخدام الكلمه دي على فكره بيكون كويس جدا. طب ازاي كويس جدا وهي لو؟ لان هنا الكلمة دي المنافسة على الكلمة دي مش قوي جدا زي الكلمات التانية ان الناس كلها بتنافس عليها وعمالة تظهر، لا دي يعتبر زي كلمة جديدة او عنوان بحث جديد مرة واحدة كده، فبيبتدي يساعد على ظهور الفيديو بشكل افضل لان المنافسة عليها مش قوية جدا وانت تقدر تستخدمها للفيديو. ده بالنسبة لكلمات دلالية، وممكن استخدمها برضو فين؟ في عنوان للفيديو نفسه، ان انا ممكن ادور على عنوان للفيديو نفسه وممكن اقول ان الكلمة دي مناسبة لعنوان الفيديو بتاعي. طيب تاني حاجة دي اللي هي top channels for this search term، دي اللي هي الجزء ده بيجيب لك اكثر قنوات شهرة في المحتوى ده وعدد المشتركين كمان اللي في كل قناة. يعني الجزء ده كده بيجيب لك اعلى قنوات في المحتوى ده، والمشتركين بقى طبعا احنا ملناش دعوة بحد. وبعد كده اما ننزل تحت شوية هنا بتلاقي اقتراحات
اقتراحات لكلمات دلالية عن نفس المحتوى، وبتقدر تختار منها بعض الكلمات لوضعها في الفيديو في الوصف. ان انا ممكن استهدف كلمة يعني شرح ويندوز 10 بالتفصيل، ممكن استهدف الجزء ده ان انا احطه في العنوان، ممكن استهدفه ان انا احطه في العنوان، ممكن احطه في الوصف، ممكن احطه في الكلمات الدلالية. قرر مفيش مشكلة، طالما هي مقترحة تقدر تحطها كعنوان او كوصف او كلمات دلالية. وده طبعا بيعتبر ملخص كده للبرنامج، او ان انا اقدر اعلي بيه الفيديوهات بتاعتي. يعني حتى لو انت عايز تعدل الفيديوهات القديمة زي ما انا قلت من على ابتمايز، وبتبتدي ان انت تدخل تعلي الفيديوهات بتاعتك من كلمات دلالية وعنوان، وتعرف نقاط الضعف اللي موجودة في الفيديو بتاعك ايه وتبتدي تعليه. ده كده بالنسبة زي ما انا قلت للبرنامج، تمام؟ ده البرنامج اللي موجود على التليفون. وده كان درسنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم وقدرت افيدكم. ان شاء الله بتمنى لكم كل نجاح من تقدم لتقدم، وياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة لو انت لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم.